عارفه اللي اتعمل فيه هي بتنفس طبعا، هي اللي مطفياه وانا موجوده وعيالي وكلهم، انا اتاثرت بالموضوع. هو بكى من ثلاثه ممكن ويفارق الحياه، ولكن برضو باباك تعبان بقاله سنه. انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ انتوا بشر ازاي؟ انتوا ازاي بتعملوا كده في راجل ميت؟ اهلا بيكم متابعي قناتي. النهارده عندنا حلقه مهمه جدا، عندنا النهارده فقرتين في الفيديو. متابعة لقضية الفنان حلمي بكر، وأنا بسميها قضية لأن هي بالفعل قضية، وده لأن هو تعذب في أيامه الأخيرة حتى بعد ما مات. أثناء دفنه وفي الجنازة وفي العزاء إثارت جدل كبير جدا ومشاكل كبيرة جدا ما بين أهل الفنان حلمي بكر. هنتابع مع بعض النهاردة الأزمة وهنشوف إيه اللي حصل وإيه الجديد معانا. النهاردة معانا خبرين. الخبر الأول، كلنا عارفين ليلى الشبح المنتجة المصرية اللي كشفت أسرار بعد رحيل الفنان حلمي بكر وفجرت مفاجآت رهيبة جدا صدمت جمهوره. كلنا شفنا هجومها على هند عاكف وعلى أرملة حلمي بكر سماح القرشي، واتهمت هند عاكف أول ما شافتها في العزاء إن هي استولت على 2 مليون جنيه، ال 2 مليون اللي كلنا عارفينهم اللي حلمي بكر اتهم فيها نور حساب مدير أعماله. طب إيه علاقة هند عاكف بالموضوع؟ وده لأننا كل اللي سمعناه أثناء العزاء إن ليلى قالت لهند إيه اللي جابك العزاء؟ انت ماشيه في قتيل، فين ال 2 مليون جنيه هند؟ طب ايه علاقه هند؟ هل فعلا هند اخذت الفلوس دي ولا ايه علاقتها بالموضوع؟ النهارده هنكشف الحقيقه كامله والتفاصيل هتكون معانا بخصوص الموضوع ده، وكمان سبب هجوم ليلى على سماح القرشي، وده الموضوع الاول او الفقره الاولى. اما الفقره الثانيه هجوم مروه صبري المذيع، هجومها على ابن الفنان حلمي بكر هشام، اتهمته ان هو نازل علشان ياخد ارثه ووجهت له لوم وعتاب شديد جدا، ومعانا برضو رد عليها النهارده. الحلقه فعلا مهمه، نتابع مع بعض، بس نضغط دلوقتي لايك للفيديو. قبل ما نضغط لايك ونرجع مره تانيه ندعو للفنان حلمي بكر ان ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه. كشفت المنتجه المصريه ليلى الشبح تفاصيل ملابسات شجارها مع الفنانه هند عاكف، وده خلال مراسم العزاء للموسيقار حلمي بكر. ووضحت ان مدير اعمال حلمي بكر اللي سرق منه ال 2 مليون جنيه هو زوج ابنة شقيقة هند عاكف، وبكده نكون فهمنا علاقة هند بالموضوع. وجهت بقى ليلى الشبح رسالة لهند وقالت لها كنت قلتي لزوج بنت اختك عيب، رجع الفلوس للراجل بدل ما يتجوزها بفلوس سرقها من الراجل، يعني تقهري الراجل وجاية تمشي في جنازته، احسبها ازاي دي؟ واتهمتها هي ومراته سماح القرشي انهم متفقين مع نور، قالت انتوا التلاته متفقين، ما انت جايه توسيها وجايه بتحضنيها، يعني في علاقه ما بينكم. لو تفتكروا ان في فيديو من الفيديوهات انا قلت لكم ان اكيد سماح القرشي ليها علاقه بالموضوع ده، بموضوع سرقه ال 2 مليون جنيه. فاكرين لما قلت لكم ان سماح القرشي رجعت لحلمي بكر ومفيش بعدها بكام يوم اتهم حلمي بكر مدير اعمال ونور ان هو سرق منه ال 2 مليون جنيه؟ وفي الوقت ده كان لسه راجع لسماح القرشي، وسماح اخدت الموضوع عادي على الرغم ان هي معروف عنها ان هي شخصيه قويه وما بتسكتش لاي حد، ويا دوبك الموضوع اتحول للتحقيق وما اتكلمتش خالص في الموضوع ده وكان الامر يبدو عادي. والنهارده بقى ليلى فسرت لنا الموضوع ده وفسرت لنا سكوت سماح ده كان ليه، وهنا اتاكدت شكوكي زي ما قلت لكم قبل كده، ولكن التحقيقات ان شاء الله هتبين كل حاجه. ولكن كان الجديد علينا هو دخول هند عاكف على خط الازمه. هنكمل مع بعض باقي تصريحات ليلى. ليلى قالت مش عارفه اقول ايه لهند عاكف، هي ملهاش ذنب، بس نور جوز بنت اختك وعارفه ان الدنيا كلها حصلت معاه وانت جايه العزاء، يا سبحان الله على الناس، على الناس اللي ما بتحسش، بيقتلوا القتيل وبيمشوا في جنازته. وكملت تصريحاتها بقى بخصوص اللي حصل مع الفنان حلمي بكر، وقالت اللي عرفه ان حلمي بكر كلم بسام وقال له الحقني انا مخطوف، واتصلت ليلى ببسام وطبعا بسام غير كلامه. كملت كلامها وقالت احنا عارفين طبعا هو عمل كده ليه، وقالت ان نور ده مش مدير اعمال حلمي بكر ولا حاجه، هو قال له مشي اللي عندك وانا همسك لك كل حاجه، وكان مخطط لسرقه ال 2 مليون جنيه. بعد كده حلمي بكر كلم ليلى. ليلى كملت تصريحاتها وقالت حلمي كلمني وقال لي هاتيلي الواد ده ضحك عليا وسرقني، والمحامي بتاعي وبتاع حلمي رفع على نور قضيه. اما بقى دلوقتي هنتكلم عن سبب شجارها مع سماح. ارمله الموسيقار حلمي بكر قالت ان خلال العزاء اللي اقيم في مسجد الحميديه الشاذليه
قالت إن الموسيقار لجأ إليها لحمايته. تخيلوا حمايته من مين؟ من سماح مراته. أضافت ليلى وقالت: أنا كنت قاعدة مع المستشار مرتضى منصور في العزاء، بنتي كلمتني وقالت لي يلا يا ماما علشان نمشي، دول بيتكلموا عليك وبيغلطوا فيكي. وهنا ليلى هتوضح لنا بقى ليه عملت كده في العزاء وإيه سبب هجومها على هند وعلى سماح. كملت كلامها وقالت: سماح قالت عليا مين ليلى حواوشي دي؟ هي مين دي أصلا؟ لا أنت عارفة أنا مين كويس يا سماح، وعارفة أن أنا عارفة كل حاجة عنك من حلمي، كل حاجة بتعمليها، حلمي حكاها لي بالتفصيل، كل حاجة لها تفاصيلها وناسها، انت وغيرك وكل الناس اللي معاكي. حلمي بكر لجأ ليا من كام سنة وقال الست دي بتعذبني، خدت بيتي، طردتني، وقال لي انا صابر وقاعد علشان خاطر بنتي، وبعد كده رجع لها. والشهور اللي فاتت كلنا شفنا ايه اللي حصل، وطبعا هي حبت ان هو يكتب لها الشقة باسمها. وكملت ليلى تصريحاتها وقالت: معرفش الصراحة، ممكن تكون عملت له اعمال علشان خاطر يرجع لها وعلشان يكتب عليها تاني. وهنا وضحت ازاي حلم بكر رجع لسماح القرشي بعد تعذيبها ليه. والحقيقة التصريحات دي تصريحات خطيرة جدا، ووضحت لنا ايه اللي كان بيحصل في اخر ايام حلمي بكر. الانسان لما بيكبر فعلا بيكون ضعيف على الرغم من قوة شخصيته قبل كده، ولكن بجد بيكون محتاج حواليه كل الناس اللي بيحبوه مش اللي بيطمعوا فيه. طبعا التحقيقات ان شاء الله هتبين كل حاجة، وهنعرف الصح من الغلط، واللي غلط لازم ياخد جزاؤه. طيب يا جماعة، نور اللي نصب على حلمي في 2 مليون اللي هما كانوا بيقولوا مدير أعماله ده دكتور سنان اسمه نور، ده جوز بنت أخت هند عكف، ده جوز بنت أختها، جوز بنت أخت هند عكف، يعني هند عكف تبقى خالة مرات نور. ده وصلت؟ بس ده اللي أنا قلت المفروض كنت تقولي له يرجع ال 2 مليون بدل ما الراجل يتقهر ويزعل عليهم. ده كل اللي أنا قلته. راح قال لي ولعت حرقتني بالسجاير في بطني وعرى كده، راح قلت له لا انا كده معاك قلبا وقالبا. تعالوا دلوقتي بقى نتكلم عن تصريحات مروه صبري، نشوف قالت ايه لهشام ووجهت له لوم وعتاب ازاي. دخل برضو في مداخله مع احد البرامج واتسال انه انت ايه علاقتك بوالدك، قال ان هو عايش في امريكا من فتره طويله جدا، تقريبا من هو عنده 20 سنه على ما اعتقد يعني، وان هو بيسال عليه من يعني كل فتره والتانيه، وانه كان بيسال عليه فتره الكورونا، ولكن ان العلاقه بينهم يعني مش قويه بالقدر الكافي. طيب حضرتك يا استاذ هشام هتنزل امتى عشان باباك تعبان؟ وهو نفسه قال ان هو اتبلغ ان باباه تعبان جدا، وان باباه خلاص يعني فاضل له يعني يومين ثلاثه ممكن ويفارق الحياه، ولكن برضو باباك تعبان بقاله سنه. ابن لما يعرف ان ابوه عيان بقاله سنه وما ينزلش يشوفه، دي برضو بالنسبه لي او بالنسبه للجمهور كله هي علامات استفهام كتير. يومين ثلاثه تبقى قاعد جنبه تبوس ايده تقول له ادعي لي، تشوفه محتاج ايه، المفروض ان هو يروح مستشفى، كان المفروض تنزل ان انت تنقذ باباك، ولكن ده ما حصلش. ولكن هو يعني نزل النهارده من امريكا اول ما عرف بوفاه والده. هل انت يا استاذ هشام كنت مستني ان والدك يتوفى عشان تنزل؟ هل كنت مستني يتقال لك حلمي بكر مات عشان تنزل تشوف باباك؟ عشان تنزل خلاص المفروض ان انت تدفنه، ولا انت نازل عشان الورث؟ ده سؤال مهم جدا. وفي عياه والراجل عيان وقاعد على السرير نايم مش عارف يتحرك، مش عارف حتى يعترض، مش عارف حتى يقول ودوني مستشفى. الله اعلم ايه يعني الحاجات اللي كانت بتمارس عليه، هل هو كان خايف، هل هو كان بيتهدد زي ما بيتقال، هل هو كان عايش حياه كويسه، هل هو فعلا ما كانش عايز يروح مستشفى، هل هو كان عايز يروح مستشفى. ايا كان انتوا عايزين ايه من الدنيا، انتوا بشر ازاي، انتوا ازاي بتعملوا كده في راجل ميت والراجل عيان بقاله سنه؟ يعني تفاصيل كلها غريبه جدا، وكل ده عشان ايه يا جماعه؟ عشان ايه؟ عشان حضرتك يا استاذه سماح عايزاه يكتب لك بيت تحت تأثير المرض، انت عايزة تفضلي متحفظة عليه عشان تضغطي على اهله عشان تاخدي حقك؟ ايه ده ايه ده ايه ليه؟ سمعنا كلام مروة، الحقيقة بتفق معاها في جزئية وجزئية تانية لا. هي بتسأل ليه هشام ما نزلش بقاله سنة علشان يشوف والده. الحقيقة الموضوع ده ليه جذور قديمة،
هشام عايش في أمريكا من وهو طفل وكان في مدارس داخلي، يعني طول عمره بعيد عن والده، ما يفتكرش غير حاجات بسيطة بينه وبين والده. يعني من الآخر العلاقة زي ما قلتي حضرتك بالظبط ما كانتش علاقة قوية مع والده، علشان كده كبر وهو مش حاسس بمشاعر الأبوة، مش حاسس إن هو قريب منه. كان فين والده لما كان هو محتاج له؟ كان فين والده في رعايته؟ هشام أكيد كان طفل وكان شاب ومراهق وإنسان محتاج لوالده ووالدته حواليه. والده في الوقت ده كان فين؟ مع احترامي الكامل للفنان حلمي بكر، لكن كان بيتجوز. حلمي بكر اتجوز 13 مرة، يعني من الأول والآخر كان مهتم هو نفسه بحياته مش بحياة ابنه، ابنه اللي اتربى بعيد عنه، علشان كده المشاعر بينه وبين ابنه كانت مشاعر جافة. ما نجيش بعد ما نزرع زرعة غلط ونرجع عايزين نستنى منها ثمار حلوة، بالعكس الابن أو البنت اللي بيبعدوا عن والدهم أو والدتهم بيتربوا هما حاسين ان الاب او الام اللي بعدوا عنهم ما هماش اهلهم، كانهم ناس غريبه بالظبط. ولازم نعرف ان الزرعه اللي بيزرعها الاب او الام في الصغر عند الاولاد بيجنوها لما بيكبروا. لما بيكبر بقى الاب والام يجي يحتاجوا دلوقتي لابنائهم مش بيلاقوهم حواليهم، وده لان هما ما سابوش جواهم حب ومشاعر قويه، بالعكس بيكونوا كمان حاسين ان سابوا جواهم مشاعر الم وحسره، وبيفضلوا فاكرين طول الوقت ان هم تخلوا عنهم، وده بالظبط اللي حصل مع هشام. بنى حياته كلها في امريكا، وقال ان ظروفه في السنه الاخيره منعته ان هو ينزل، وده بسبب اصابه زوجته بالسرطان، وحياته طبعا هناك واكيد عنده مشاكل كتير، وزي ما سمعنا منه كان عنده عيا زوجته، عيا مراته اللي شغله. هو طبعا بيلام على عدم نزول والده، ولكن كل اللوم مش بيقع على عاتقه هو بس، بيقع على عاتق الفنان حلمي بكر الله يرحمه. انا احب اقول لكم الحقيقه كامله، ودي وجهه نظر الشخصيه اللي جاي تتفق معايا فيها او لا. وعايزه برضو ارد عليكي في حاجه تانية يا مروه واقول لك، طب ما عمه كان موجود واهل حلمي بكر مش بينحصروا في ابنه بس، ما عملوش حاجه ليه؟ كانوا فين المسؤولين في الوقت ده؟ كانوا فين لما اهله بلغوا على الهوا اكتر من مره ان حلمي بكر مخطوف او بيتعذب؟ ما حدش اتحرك خالص، لكن كل اللوم متوجه لهشام، هشام اللي اتربى بعيد عنه. الحقيقه اللوم التاني على برضه حلمي بكر لما اتجوز بنت اصغر منه ب 45 سنه ورجع لها مره تاني بعد انفصال دم عنها من 2016، يعني بعد 7 سنين. الحقيقه اللوم الاكبر على الراحل الفنان الموسيقار حلمي بكر، اختياراته الغلط هي اللي وصلت الموضوع كله للموقف اللي انتوا شايفينه دوا، وللطمع من كل المحيطين، سواء بقى هشام نزل علشان الورث او غيره، وكمان زوجته اللي واضح جدا بنسبه 99% ان في طمع داخل في الموضوع. بنتمنى بقى دلوقتي ان التحقيقات تبين كل حاجه والمخطئ ياخد جزائه. دلوقتي ما نملكش خالص غير الترحم على الفنان حلمي بكر، هو ده اللي نملكه بس، علشان كده خلوا بالكم من اختياراتكم، خلي بالكم من كل اختيار لانه بيؤدي لمشاكل كبيره جدا بيعاني منها الانسان في فتره مرضه وايامه الاخيره حتى بعد وفاته. لحد هنا النهارده نيني حلقتنا، بتمنى بقى اسمع ارائكم من خلال التعليقات. بشكر كل الناس اللي وصلت معايا لنهايه الفيديو، انتظروني في حلقة أخرى إن شاء الله من قناتنا، قناة ياسمين في اليوتيوب وأخبار النجوم.